حلال مصطلح إسلامي يعني ما يباح للمسلمين شرعاً، وبجانبه هناك مصطلحا حرام ومكروه. الأكثر شهرة وارتباطاً بمصطلح حلال هو الطعام الحلال، ومع ذلك هناك أيضاً على سبيل المثال الخدمات المصرفية والسياحة وقواعد اللباس الحلال. كل هذا يمكن أن يؤثر على جميع مجالات الحياة وجميع أشكال التعايش. تعتبر المنتجات الحلال محركاً اقتصادياً مهماً اليوم وفي المستقبل. من لا يتعامل بالأعمال التجارية المرتبطة بالحلال سيخسر. من الواضح أنك ستخسر سوقاً ضخمةً إن لم تلبيها. يعتبر ختم حلال نقطة جذب لمجموعة كبيرة ونامية من المستهلكين، لكن ما مدى مصداقية منح الختم؟ هناك استراتيجية تسويقية معينة وراءها لا علاقة لها بالرسالة الدينية. الأمر يتعلق بالمال وليس بالإيمان. ظهور الاقتصاد الحلال يزداد، وتزداد المنتجات الحلال على رفوف المحال التجارية والمطاعم. نحن في مجتمع مختلف للغاية، وبالتالي فمن الطبيعي تماماً في مرحلة ما أن يكون لدينا على سبيل المثال نقانق حلال وما شابه، وهذا سيكون من مصلحة أشخاص ما. الحلال لا يلعب دوراً اقتصادياً فحسب، بل اجتماعياً وسياسياً أيضاً. أعتقد أن أي شيء يتعلق بالإسلام ينظر إليه حالياً على أنه استفزاز. غالباً ما تقابل الصناعات المرتبطة بمصطلح حلال بالعداء والنقد. كانت هناك تعليقات سلبية مثل لن تكون هناك جعة ولا لحم خنزير، فقط لبن عيران وسجق. هل الحلال وصية دينية من شأنها أن تغير المجتمع والاقتصاد؟ الإسلام جزء من ألمانيا، وهذا ينطبق أيضاً على الصناعة. هناك 5 ملايين مسلم يعيشون هنا ويساهمون بزيادة الطلب على المنتجات الحلال المسموح بها للمسلمين بموجب الشريعة الإسلامية. لكن الحلال أكثر من مجرد عالم من المنتجات، إنه طريقة حياة بمعنى أوسع، ويمكن أن يؤثر على النظام الغذائي والملبس والعمل وحتى على اختيار شريك الحياة. المجلس الإسلامي ومقره في برلين أحد أكبر اتحادات الجمعيات الإسلامية. يشرح برهان كيسيتشي المعنى بعيد المدى لمصطلح حلال. مصطلح حلال يشمل الحياة كلها، ولا يمكن أن يقتصر على مجالات محددة، وحتى الطريقة التي أتحدث بها معك والتي أتصرف بها وفي أي مجال أعمل فيه، كل هذا يتأثر بما يمليه علي ديني. تستند القيم الإسلامية إلى القرآن والسنة، والشريعة تضع قواعد ما ينسجم مع الإسلام، وبشكل تقريبي يمكننا التمييز بين 3 مصطلحات. حلال، من المفترض أن تحكم السلوكيات والأفعال الحلال سلوك وتصرفات المسلمين، على سبيل المثال مساعدة الآخرين وتناول الفاكهة والخضروات الطازجة والصلاة يومياً. حرام عكس مصطلح حلال، ويطال شرب الكحول والكذبة وتناول المنتجات التي يدخل في مكوناتها لحم الخنازير مثلاً. ومصطلح مكروه يعني أنه مسموح به ولكنه مرفوض، وبالتالي فهو غير مستحب. يوجد في الإسلام مذاهب فقهية متعددة في تفسير القرآن، لذلك يمكن أن يختلف التمييز بين الحرام والمكروه ضمن هذه المذاهب. ففي بعض الأحيان يرفض التدخين، أي بمعنى أنه مكروه، وفي أحيان أخرى يعتبر حراماً. لا ينبغي الخلط بين حلال وكوشير المعتمد في الشريعة اليهودية، وهو مصطلح مأخوذ من أحكام النظام الغذائي اليهودي في التوراة. كيف يعرف المسلمون ما هو حلال أو حرام؟ مهند خورشيد يرأس مركز الدراسات الدينية الإسلامية في جامعة مونستر. الأسرة هي المصدر الأول لاكتساب وتعلم الأعراف والأحكام الدينية، ثم يليها المسجد، هذا بالنسبة للمسلمين، وأخيراً يلعب الخطاب العام ووسائل الإعلام وحتى الإنترنت دوراً مهماً في التعريف بالواجبات الدينية. عندما يكون لدى الناس أسئلة ما، فإنهم يتجهون إلى الإنترنت أيضاً، حيث يمكنهم العثور على مجموعة من الإجابات.
وفي ظل ثورة الاتصالات والمعلومات، برزت أيضاً تطبيقات لتحديد المنتجات الحلال المسموح بها، لأنه ليس من السهل دائماً تحديد ذلك. غالباً ما ينظر إلى الحلال على أنه يحرم فقط تناول لحم الخنزير أو شرب الكحول، بينما يمكن أن تحتوي الأطعمة والأدوية ومستحضرات التجميل على الكحول أيضاً. يحرم الإسلام أيضاً جميع المنتجات التي تحوي شيئاً من الخنزير، بما في ذلك الشعر والجيلاتين والجلد. قضية الحلال لا تقتصر على الدين فقط، بل تلعب دوراً متزايد الأهمية في الأعمال التجارية. يوجد حوالي 1.9 مليار مسلم في جميع أنحاء العالم. في عام 2019 أنفقوا أموالاً بنسبة تزيد عن 3.2% مقارنة بعام 2018، وبلغ إجمالي مبيعات السلع الاستهلاكية الإسلامية ما يزيد قليلاً عن تريليوني دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، بلغت مبيعات القطاع المالي قرابة 2.8 تريليون دولار أمريكي. كمال جيليك، رئيس تحرير موقع الأعمال التجارية عبر الإنترنت حلال فيلت، راقب حركة السوق لسنوات عديدة. لدينا الآن اقتصاد حلال عالمي. مثلاً تحتل شركة نستلي المرتبة الأولى في سوق الحلال. في جميع أنحاء العالم لديها حوالي 400 منشأة إنتاج، وتنتج شركة نستلي منتجات حلال في حوالي 150 منشأة حول العالم. أولئك الذين لا يتحولون إلى المنتجات الحلال في المستقبل سيخسرون. في ألمانيا بدأت سوق منتجات الحلال منذ فترة ليست بالبعيدة، وخبراء الصناعة مثل جيليك مقتنعون بأنه لا يزال هناك الكثير من حصص السوق المهدورة، ويقدرون أن سوق المنتجات الحلال في ألمانيا يمكن أن تصل قيمتها إلى 5 مليارات يورو. في دول كفرنسا وبريطانيا لطالما كانت المنتجات ملتزمة بمعيار الحلال كجزء من خط إنتاجها. حتى إن هذه البلدان لديها متاجر ملابس، وسلسلة كبرى من العلامات التجارية مثل مارك أند سبنسر تبيع الملابس الإسلامية في بعض المتاجر. هذا ليس شيئاً يمكن أن يتخيله المرء في ألمانيا، أن تقوم سلسلة متاجر معروفة مثل سي أند إيه وبيك أند كلوبنبرغ ببيع أزياء إسلامية. تقول غرفة الصناعة والتجارة في هانوفر إن ذلك سوف يتغير قريباً، ولديها مجموعة عمل حلال وكوشير الفريدة من نوعها في ألمانيا. إنها مجموعة من الشركات المصنعة وفقاً لهذه الإرشادات. تيلمان برونر هو رئيس القسم الدولي فيها. لدينا حوالي 260 شركة في المجموعة من جميع أنحاء ألمانيا، لذلك لا يمكن القول إنها سوق متخصصة، بل تمثل صناعة المواد الغذائية هنا، وهذه الشركات تقوم بخدمة هذه السوق. المجموعة موجودة منذ 10 سنوات، وتتعامل شركاتها مع موضوع الحلال بشكل احترافي للغاية، إذ أن بعض المنتجات تصل إلى السوق العامة. الهدف هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين. يضع متجر ما لوحة حلال، لكن ليس من الواضح ما هو الحلال على وجه التحديد في هذا المكان. ذات مرة كان أحدهم يبيع السمك وقال: نعم، هذه سمكة حلال. وسألت ما هو الحلال فيها؟ قال: ذبحت وفق الشريعة الإسلامية، إذن حلال. فقلت له: لكن السمك لا يذبح وهو دائما حلال. رالف غضبان، باحث في الدراسات الإسلامية، يقول إن منتجات حلال هي لأغراض تسويقية وجني الأرباح فقط. إذا أخذنا بعين الاعتبار أن نسبة سوق حلال حول العالم 18%، فهي نسبة ضخمة. لذا يحاول الناس بكل قوتهم توسيع أسواقهم حتى يتمكنوا من تحقيق الربح. لذلك أرى التجارة في هذا الموضوع هي لجني المال وليس لخدمة الدين. أشهر الأطعمة المعروفة حتى بين غير المسلمين هي حلال. يلعب اللحم دوراً خاصاً في هذا الموضوع. وفقاً للإسلام يتوجب الذبح بطريقة معينة، أحد المعايير ذبح الحيوان دون تخدير، لكن هذا محظور بموجب القانون الألماني لحماية الحيوان. ولهذا السبب تقدم الشركات الكبيرة مثل فيزنهوف حلاً وسطاً. عندما ينتجون لحوماً حلالاً في ألمانيا، فإنهم يسعقون الحيوانات قبل الذبح. بهذه الطريقة فإنها تتوافق مع المتطلبات القانونية. يسمح بالذبح دون تخدير في ألمانيا فقط بعد الحصول على إعفاء استثنائي.
لذلك فإن الوضع القانوني هو أنه لا يمكن الحصول على إعفاء استثنائي للذبح بدون تخدير إلا لأسباب دينية، ولكن في الممارسة العملية نادراً ما يحدث ذلك، لأنه يجب أن تكون هناك رعية دينية أو كيان معترف به. عليك أن تثبت أنك تنتمي إلى رعية دينية. نالت شركة ألتين كوبي مثل هذا الإعفاء في مدينة أسلار التي تقع في ولاية هيسن. كسبت الشركة هذا الإعفاء بقرار المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية، لكن في عام 2020 قضت محكمة العدل الأوروبية بأن دول الاتحاد الأوروبي يمكنها حظر ذبح الشعائري دون تخدير. في المستقبل سنعرف كيف سيؤثر هذا القرار على ألمانيا وعلى المسلخ في أسلار. يريد روستوم ألتين كوبي رئيس شركة ألتين كوبي منع طقوس الذبح والقسوة على الحيوانات التي تحدث سراً، لذلك يدعو إلى جعل عملية ذبح الحلال ضمن الإطار القانوني. إذا لم يكن لدى الناس حقاً أي فكرة عن الذبح، وإذا كان بإمكان أي شخص استخدام سكين مطبخ لذبح شاه، فإن هذا النوع من الذبح هو حقاً قسوة على الحيوانات. لذا أقول إنه يجب أن يتم الذبح الحلال بشكل رسمي ومنظم. وعندما ننظر إلى الذبح الكمي والذبح بالتخدير، لا أحد يستطيع أن يقول إن طرق الذبح بالصعق أو بالكهرباء أو بالغاز أفضل من طريقة الذبح لدينا. أرفض ذلك تماماً. في ألمانيا يتم ذبح أكثر من 2 مليون حيوان يومياً، وتتم عملية الذبح بالصعق بمسدسات التخدير أو الكهرباء أو الغاز، ومعدل فشل عمليات الذبح بالصعق على الخنازير تبلغ 11% وعلى البقر 4%، وهذا يعني أن 24,000 رأس من البقر والخنازير قد تأثرت بسبب التخدير الخاطئ. هناك خطوات دقيقة للذبح الحلال، يجب أن توجه الذبيحة نحو الكعبة، ومن ثم يجب تقييد ساقيها حتى لا تؤذي نفسها. الجزار، والذي يجب أن يكون مسلماً، عليه أن يردد البسملة ويجز رقبة الحيوان غير المخدر بسكين حاد جداً. بمجرد قطع الأوعية الدموية والمريء والقصبة الهوائية ينزف الحيوان حتى يموت. يسمح لروستوم ألتين كوبي بذبح عدد محدود فقط من الحيوانات بهذه الطريقة. حوالي 100 حمل في اليوم و600 في الأسبوع. كما هو الحال في كل مسلخ، يتم إجراء فحوصات بيطرية، ومع ذلك فإن الدائرة الألمانية للشؤون البيطرية تعارض بشكل قطعي ذبح الحيوانات دون تخدير. منذ عام 2002 وحتى يومنا هذا، يعمل الاتحاد الأوروبي للأطباء البيطريين على ترسيخ ونشر مواقفه من عمليات ذبح الحيوانات، إذ يقتضي الاحتفاظ بها ونقلها وذبحها وفقاً لقوانين الرفق بالحيوان. ومن وجهة نظرنا، فإن الذبح بدون تخدير لا يتوافق أساساً مع الرفق بالحيوان. هناك آراء عديدة تتعلق بمدى معاناة الحيوانات أثناء عملية الذبح، والمؤكد أنه إذا تمت عملية الذبح بصورة احترافية قل ألم الحيوان عند الذبح. في عيد الأضحى على سبيل المثال، يكون لدينا 3 أطباء بيطريون على الأقل يشاهدون كيف نقوم بالذبح الذي يتم في ظل هذه الضوابط. لو حصل خطأ بسيط سيتم إيقاف عمل المسلخ بأكمله مباشرة. يأتي الزبائن من جميع أنحاء ألمانيا لشراء اللحوم من هذا المسلخ. أنا من شمال الراين وستفاليا بالقرب من مدينة دويسبورغ. نأتي إلى هنا بشكل منتظم للتسوق، أنا وأختي وعائلتي أيضاً. اللحم لذيذ هنا. بسبب الإعفاء الاستثنائي لا يمكن بيع اللحوم إلا لليهود والمسلمين. نطلب من جميع الزبائن التوقيع على ورقة يقرون بها بأنهم مسلمون، ويجب عليهم أكل لحم الحيوانات المذبوحة بهذه الطريقة، عندها فقط يمكنني بيعها لهم. لذلك إذا سألتني عن رأيي الشخصي فسأقول لك أنا ضد السماح بشيء من هذا القبيل، أي بوجود استثناءات لكل من اليهود والمسلمين، مع كل الاحترام للجميع، لكن ليس للدين أولوية على نظامنا الديمقراطي. حتى القرآن يخضع لتفسيرات مختلفة.
بحسب تأويلات النص القرآني فإنه يسمح للمسلمين في الواقع بتناول اللحوم غير المذبوحة وفقاً للشريعة الإسلامية، خصوصاً عندما يعيشون في بلد غير إسلامي أو مسيحي. يتعرف المسلمون على اللحوم الحلال وغيرها من المنتجات من خلال الملصق أو الختم الموجود عليها. من الناحية العملية، يخضع المنتج لعملية اعتماد ثم يحصل على الملصق أو الختم. المشكلة هنا أيضاً هي أن هناك متطلبات وشهادات مختلفة. وفقاً للمركز الألماني للتغذية، هناك 130 معياراً لمنح علامة حلال في جميع أنحاء العالم. حتى في ألمانيا يتم تطبيق العديد منها بالتوازي. بالطبع شهادات علامة حلال هي أيضاً سوق خارج سيطرة الحكومة تماماً، وبالتالي غالباً ما يكون هناك مناوشات، لذا فالوضع تشبه فوضى كبيرة، وهذا ليس وضعاً جميلاً على الإطلاق. بالإضافة إلى سوق المنتجات الحلال، نشأ قطاع أعمال ثانوي لاستصدار شهادات علامة حلال، وهو أمر مربح للغاية. سوزان شروتر من مركز أبحاث الإسلام العالمي تقول: أي شيء يتم اعتماده نأمل أن يتم بيعه بشكل أفضل، ومن المرجح أن يتم بيعه أكثر من بيع شيء غير معتمد. وبعد ذلك بالطبع هناك الكثير من الخداع والغش في وكالات الاعتماد هذه. البعض يأخذها على محمل الجد، بينما يأخذها آخرون بجدية أقل. عليك أيضا أن تتحقق من الجهة التي تصادق عليها، لذا هناك ظهور قطاع منفصل عن القنوات الرسمية. ومع ذلك هناك أيضاً العديد من الشركات في ألمانيا التي تحجم عن تصنيف منتجاتها على أنها حلال، ويعود السبب إلى الخوف من جلب انتباه سلبي. خذ شركة كاتياس مثالاً على ذلك، حيث قامت الشركة عام 2018 بحملة ترويجية لمنتجاتها تحت مسمى كله نباتي. كانت الحملة تهدف للفت الانتباه إلى السكاكر النباتية التي لا تحتوي الجيلاتين المأخوذ من الخنازير، وكانت إحدى العارضات المشاركات في الحملة الترويجية محجبة. نتيجة لذلك كانت هناك حملة مسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان من بين من عبروا عن امتعاضهم أعضاء في الحزب البديل من أجل ألمانيا، ممن دعوا إلى مقاطعة الشركة زاعمين أنها تحاول أسلمة المجتمع. في عام 2019 قامت شركة ديكاتلون الفرنسية بتصنيع غطاء رأس خاص للمسلمات لممارسة رياضة الجري. توقفت الشركة عن تسويقها بعد احتجاجات كبيرة من قبل الأوساط اليمينية. أن تصرخ قلة بصوت عال لا يعني أنها حركة جماهيرية أو أن الشركة ستعاني بشكل كبير نتيجة ذلك. فقد لاحظنا أن الكثيرين في المجموعة لدينا لا يضعون بالضرورة ختم حلال على المنتجات التي يبيعونها في ألمانيا، لكنهم يضعونها على المنتجات التي يتم تصديرها إلى البلدان الإسلامية، وهي ذات المنتج من ذات المصنع، ويتم إنتاجها بنفس الطريقة تماماً. في كثير من الأحيان لا تجرؤ الشركات في ألمانيا على طباعة ختم حلال على منتجاتها، على الرغم من أن هذا من شأنه أن يجعل الحياة اليومية أسهل للمسلمين المتدينين الذين يعيشون في ألمانيا. أما القطاع المصرفي فيتبنى نهجاً هجومياً تجاه قضية المنتجات الحلال. في فرانكفورت وفوق أحد أسطح المباني، يؤدي موظفون لدى مصرف كيتي صلاة الظهر. الله أكبر. الله أكبر. مصرف كيتي هو أول مصرف إسلامي في ألمانيا يستند بحسب ما يقول على المبادئ الإسلامية. يعمل المصرف في ألمانيا منذ عام 2015 وله الآن فروع في 5 مدن. الطلب لا يتراجع. منذ الافتتاح تلقينا عدداً من طلبات العملاء الجدد والأطراف المهتمة بالعمل معنا. لدينا معدلات نمو أعلى من أي مصرف يقدم خدمات مصرفية تقليدية. يشترك مصرف كيتي في بعض الميزات مع المصارف الخلوقة، فهو لا يستثمر في صناعات الأسلحة أو التبغ أو ألعاب الحظ، ولا يشارك في الصناعات التي تضر بالبيئة، ولا في المعاملات المالية المضاربة. وهناك بعض الجوانب الخاصة بالإسلام يراعيها المصرف، فمثلاً لا يشارك في الصناعات التي تنطوي على منتجات من لحم الخنزير أو الكحول. ويعمل المصرف ضمن مبدأ المرابحة في تقاسم للأرباح والخسائر، ولا يتعامل بنظام الفائدة. ولكي يتمكن من القيام بالعمليات المصرفية والتجارية طور طرقاً وأساليب أخرى لذلك. على سبيل المثال، إذا احتاج العميل إلى قرض لشراء سيارة، فإن المصرف يشتريها ثم يبيعها للعميل الذي يدفع المبلغ للمصرف على شكل أقساط، بالإضافة إلى رسوم التمويل الإضافية. يصبح الأمر أكثر تعقيداً عند شراء منزل، إذ يؤسس العملاء والمصرف شركة تشتري المنزل معاً، ثم يقوم المصرف بعد ذلك بالانسحاب من الشركة. وفي غضون فترة زمنية متفق عليها،
يقوم العملاء بسداد ثمن المنزل للمصرف بالإضافة إلى رسوم التمويل الإضافية. عندما يتم استثمار الأموال، يتم ذلك في مصرف إسلامي عبر حساب تشاركي. يستثمر المصرف الأموال في الاقتصاد الواقعي، ثم يقسم الأرباح وفقاً لصيغة محددة مسبقاً. فهل البنوك الإسلامية جذابة أيضاً لغير المسلمين؟ نظراً لأننا لا نسأل عن الانتماء الديني عندما نقبل العملاء، لا يسعنا إلا أن نخمن، ونحن نقدر أن حوالي 15 إلى 20% من العملاء هدفهم في التعامل معنا لا يأتي من منطلق ديني، وأصبحوا عملاء لدينا لسببين. أولاً، لأنهم يجدون فائدة لهم من خلال الخدمات المصرفية الإسلامية، وثانياً، نحن نقدم شروطاً للتعامل يرونها في مصلحتهم أيضاً، وبالتالي ربما يكون السببان الدافع وراء تعاملهم مع مصرف إسلامي. ياشار أوزديمير، البالغ من العمر 32 عاماً، لديه حساب في مصرف كيتي منذ عام 2016. يسافر ياشار كثيراً بحكم عمله كمندوب مبيعات، وقد اختار مصرف كيتي عن قناعة بالقيم الأخلاقية للمصرف. كما أقدم منتجات مستدامة لعملائي، أتوقع نفس الشيء من المصرف الذي أتعامل معه. يتبع مصرف كيتي معياراً دولياً للخدمات المصرفية الإسلامية، وهناك لجنة مستقلة إضافية هي مجلس للأخلاقيات يتألف من 4 علماء مسلمين. بالنسبة لسيدي وسيدة أراستي، كان هذا بالضبط السبب الرئيسي للاستفادة من خدمات المصرف. حددا موعداً للاستشارة لأنهما يبحثان عن مصرف إسلامي لأسباب دينية. نحن مهتمون بالتمويل العقاري، أنا وزوجتي مسلمان، ولهذا نبحث عن بديل للمصرف العادي الذي يأخذ الفائدة، وهو أمر غير مسموح به في الإسلام. مصرف كيتي يقدم الخدمات المصرفية الإسلامية. من المهم لنا أن نتمسك بديننا حتى لا نواجه المشاكل. تبنت البنوك الإسلامية القضية التي يأمر القرآن بتحريمها، وهي الفائدة. ومع ذلك يختلف علماء الإسلام حول ما إذا كان هناك بالفعل تحريم للفائدة في الإسلام. دفع فائدة بنسبة 1 أو 2 أو 5% أو كسبها مثل هذا النظام لم يكن موجوداً في مكة والمدينة في زمن النبي، وهناك إشكال حول المدى الذي يمكن أن نتحدث به عن تحريم الإسلام للفائدة. هذا هو السبب في أن نموذج المصارف الإسلامية الحالي لم يترسخ ويصمد بعد حتى في العالم الإسلامي، على الرغم من أنني أعرف أن نظام المصارف الإسلامية أوسع من ذلك وليس محصوراً بتحريم الفائدة على الخدمات المصرفية الإسلامية. في تركيا وتونس والمغرب لا تزال الخدمات المصرفية الإسلامية منتجاً متخصصاً وليس عاماً. من ناحية أخرى، في ماليزيا والمملكة العربية السعودية تبلغ حصة السوق من التعامل الإسلامي 50%. فهل يؤسس هذا إلى نشوء مفهوم مصرفي بديل يوشك على الازدهار؟ هذا الموضوع مثل نبيذ قديم وضع في زجاجات جديدة ولا شيء آخر. العالم المصرفي في البلدان الإسلامية ليس أكثر أخلاقية مما هو عليه في البلدان الأخرى، والعديد من الأشياء يتم استبدال المصطلحات فيها فقط، لذلك يمكن بالطبع تحريم الفوائد بينما تفرض رسوم أخرى مشابهة للفائدة. بدلاً من الفائدة الائتمانية يطلق عليها اسم مشاركة الأرباح، بدلاً من الفائدة التمويلية تسمى تكلفة التمويل الإضافية. فهل تستبدل الخدمات المصرفية الإسلامية المصطلحات للتحايل؟ بالطبع يطرح هذا السؤال دائماً، لأن العميل لا يزال يدفع رسوماً إضافية سواء تم ذلك من خلال مصرف تقليدي أو بتمويل تشاركي. بالنسبة للعميل الذي يدفع فإنه لا يجد فرقاً. يوجد أكثر من 500 مصرف إسلامي في 80 دولة حول العالم، وبهذا المعنى أصبحت مكانة المصارف الإسلامية كبيرة بالفعل. يمكن أن يؤدي التقيد الصارم بالحلال والحرام إلى نظام استبدادي، نظام إسلامي معياري أو سياسي.
ما هو حلال أو حرام ليس مهماً لجميع المسلمين في ألمانيا أو في البلدان الأخرى، ولكنه مهم فقط لمجموعة محددة جداً من المسلمين، وبالتحديد أولئك الذين أود أن أسميهم بحذر أرثوذكسيين. يمكنك أيضاً تسميتهم بالأصوليين الذين يقولون إن أهم شيء بالنسبة للمسلم هو الالتزام بالشريعة، أي التمسك بما ذكره الله في القرآن وما أخبر به الرسول محمد، وهذا يعني التمسك بقيم إسلامية قديمة جداً، أي بكل صراحة نظام شمولي تماماً. لاحظ باحثون نقاد في العلوم الإسلامية أن جزءاً في الإسلام يركز على مسائل الحلال والحرام، أصبحت قواعد الحلال والحرام أكثر أهمية لأسباب سياسية ولإخضاع الناس بشكل أكثر فاعلية باسم الدين. هناك أسس موازية من الممكن أن تتطور، بحيث لا يقول أحد سأذهب إلى المتجر الألماني، بل أريد الذهاب إلى ما يمليه علي الدين الخاص بي، وأريد الذهاب إلى المتاجر وشراء منتجات العلامات التجارية التي يمليها علي الدين وما إلى ذلك. وهنا تكمن المشكلة في الاندماج ويصبح التعايش صعباً. على سبيل المثال، إذا كنت تطلب شهادة الحلال وتختار أطعمة معينة وفقاً للقواعد الدينية، فهذا لا علاقة له بالاندماج في المجتمع ولا بتقبل المجتمع لك، بل إنه أسلوب حياة. وعلينا الابتعاد عن هذه المواقف المتمثلة في أن كل شخص يفكر بشكل مختلف ويختلف عن الآخر. علينا أن نفكر في كيف يمكننا العيش بشكل جيد معاً في ظل وجود هذا التنوع والاختلاف. من ناحية أخرى، غالباً ما يتم إساءة استخدام رموز الحلال للاحتجاج على تهديد أسلمة المجتمع. مثلاً شعار التحدي الحلال. في عام 2016 تم إطلاق دعوات عبر فيسبوك وتويتر لوضع منتجات لحم الخنزير على رفوف بيع اللحوم الحلال في المتاجر. كان هذا التحدي يزعم أنه يهدف لجلب الانتباه إلى الرفق بالحيوان، لكنه كان حملة معادية للإسلام، وكانت المجموعات اليمينية المرتبطة بحركة وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب على وجه الخصوص هي التي شاركت في هذا التحدي. ولم يقتصر الأمر على الاحتجاجات، حيث تقع اعتداءات على المسلمين بشكل يومي، والجناتهم في الغالب من المتطرفين اليمينيين. وهكذا في عام 2020 وقع ما مجموعه 901 اعتداء على مسلمين ومؤسسات إسلامية، ما يعني حدوث أكثر من هجومين في اليوم، كما أصيب 48 شخصاً في هذه الاعتداءات، وكان هناك 77 هجوماً على مساجد، وتم تخريب وانتهاك قدسية مبان إسلامية. هذا يعكس مرة أخرى وضعاً اجتماعياً لا نقبل به نحن كمسلمين. لذلك مصطلح لحم حلال أو طعام حلال هو في الواقع طبيعي، فهناك نباتيون وهناك أولئك الذين يتبعون قيوداً غذائية معينة، وأعتقد أن أي شيء يتعلق بالإسلام ينظر إليه حالياً على أنه استفزاز. غالبية الألمان ليسوا معادين للمسلمين، وأغلبية المسلمين ليسوا أصوليين، ومع ذلك فإن العديد من الأشخاص ذوي الخلفية الإسلامية يعتمدون الحلال والحرام دليلاً لهم في الحياة اليومية. لاحظت على وجه الخصوص بين من اعتنقوا الإسلام من يقول نعم الإسلام يروق لي لأنه ينظم حياتي بشكل واضح للغاية، وهذا ينطبق بشكل خاص على أولئك الذين يعيشون في عالم ما بعد الحداثة. ففي المتجر هناك العديد من الخيارات التي تجعل من الصعب جدا الاختيار، لذا نسأل أنفسنا مثلا ما هو المنتج الجيد وما هو السيء، أو حتى كيف يجب أن أقوم بتنظيم يومي. وبعد ذلك يأتي هذا الدين الذي ينظم كل شيء لك بدقة شديدة وبالتفصيل. قامت شركة يايلا منذ عام 2018 بدعم نادي كريفيلد التابع لدوري رياضة الهوكي على الجليد في ألمانيا، وتقوم هذه الشركة ببيع منتجات تركية. الموقع الإلكتروني للشركة يقول: من بين جميع معايير وشهادات الجودة التي نلتزم بها، تلعب شهادة حلال أمراً مهماً، إذ تضمن للمواطنين المسلمين أن استهلاك هذه المواد الغذائية مسموح به وفق الشريعة الإسلامية. شركة يايلا نشطة في مجال دعم الأندية في العديد من الألعاب الرياضية،
وبصفتها الراعية الرسمية لنادي كريفيلد، ظهر شعار الشركة منذ عام 2018 على قمصان وخوذات اللاعبين، وكذلك على اللافتات المتعلقة بالنادي. فابيان هيرتشوك مدير دعاية وتسويق في نادي كريفيلد يقول: في ذلك الوقت تطورت العلاقة لأن شركة يايلا أرادت رد الجميل، وقالت الشركة: نريد أن نشكركم على الاندماج في مجتمع كريفيلد الذي عشنا فيه على مدار 40 عاماً الماضية. لهذا السبب أردنا دعم الرياضة والتأكيد على أنه يمكننا إعادة نادي كريفيلد على الخريطة الرياضية. التزمت شركة يايلا بوعدها، فبعد عام حققت الشركة نجاحها التالي بالحصول على حقوق تسمية ملعب نادي كريفيلد، وكان اسمه السابق كونيغ بالاست على اسم الراعي السابق للنادي، وهو مصنع جعتي كونيغ. وبهذا تغير اسم الملعب من صانع الجعتي إلى متخصص في الحلال، وهذا فرق كبير جداً. كيف يجب أن يتصرف المرء؟ بشكل إيجابي. إنها علامة إيجابية للغاية على أن شركة من مدينة كريفيلد ملتزمة تجاه المدينة وتجاه النادي، وترغب في الاستثمار هناك. في الحقيقة تبرعت شركة يايلا لنادي كريفيلد بمليون يورو سنوياً، وهو مبلغ كبير، ولكن لا يرى الجميع هذا التبرع مثلما تراه إدارة شركة يايلا، فالاسم الجديد للملعب لم يتم الترحيب به بشكل جيد في كل مكان. إنس كريبس شعرت بعدم الراحة بداية الأمر، وهي من مشجعي نادي كريفيلد ورئيسة رابطة مشجعي النادي، والتي تعتبر من أكبر روابط مشجعي رياضة الهوكي على الجليد في مدينة كريفيلد. عندما تم شراء ونقل حقوق تسمية الملعب أصبح الأمر واقعياً، فكيف يمكنني التصرف؟ كانت هناك بعض التعليقات السلبية مثل: لن تكون هناك جعة ونقانق من لحم الخنزير بعد الآن في الملعب، وسيتوفر فقط لبن عيران والسجق، وقريباً سيكون لدينا ناد تركي وسيتم بيع الترخيص، ثم تنتهي لعبة الهوكي على الجليد. بالطبع سمعنا أيضاً أن هناك بعض التعليقات السلبية، واتخذنا الإجراء المناسب وموقفنا كان واضحاً للغاية. يستمر عقد الدعم حتى عام 2024، وقد اعتاد المشجعون على الاسم الجديد. لمدة 14 عاماً كان يطلق على الملعب اسم كونيغ بالاست. خلال المباريات المحلية يرحب مذيع الملعب بالجميع في ملعب يايلا، وبذلك أصبح هذا الاسم جزءاً من لغة الجمهور والنادي. نعم، بعد عام أصبح الأمر طبيعياً ولم يعد يزعج أحداً. يلعب مصطلح حلال دوراً متزايداً ليس فقط في الرياضة، بل أيضاً في عالم الأزياء. نص القرآن على وجوب الاحتشام على المرأة لإخفاء مفاتنها وعدم إثارة الرغبة الجنسية. لطيفة دادي مصممة أزياء متخصصة في الملابس الإسلامية المحتشمة. وأنا امرأة أيضاً وأهتم بالموضة. لماذا لا توجد أزياء لي لمجرد أنني اخترت الاحتشام لأسباب دينية؟ نشأت سوق هذه الأزياء نتيجة الضرورة. في المتاجر العادية لم تتمكن المصممة من العثور على ملابس تلبي طموحها. قبل 3 سنوات كان يتم تجاهل النساء المسلمات كمجموعة مستهلكات مستهدفة. الآن المرأة المسلمة مستعدة لإنفاق المزيد من المال على تصميم الأزياء الإسلامية لأنها تريد أن ترى. متوسط عمر المسلمين والمسلمات في العالم 24 سنة، وبالتالي أصغر فئة دينية عمراً. ووفقاً لتقديرات ينفق الشباب المسلم قرابة 300 مليار دولار سنوياً على الأزياء، وتصل نسبة منتجات الحلال من مبيعات العلامات التجارية المعروفة إلى 10% من مجمل مبيعاتها. أهم قواعد لباس المرأة الإسلامية أن تكون الملابس فضفاضة وأكمامها طويلة وتغطي الرأس. هناك الحجاب، ثم العباءة، ثم النقاب، وهو غطاء لكامل الوجه. يجب الإشارة إلى أن هذه الأشياء حقيقية وموجودة في ديننا في الإسلام. أعتقد أنه عليك أيضاً النظر إلى الأمر في سياقه العام. فماذا يعني الحجاب بالنسبة للمرأة؟ هل هو مقيد أم شيء طبيعي؟ تنطبق قواعد اللباس الإسلامية أيضاً على الرجال. في الدول العربية يرتدون قمصاناً طويلة وفضفاضة ويغطون الرأس. المسلمون في الغرب تكيفوا مع المجتمع في مظهرهم، بينما تلتزم النساء غالباً بقواعد الزي الإسلامي. لكن الموضة الإسلامية تغيرت. يوجد الآن المزيد من العلامات التجارية والفساتين المتاحة للنساء، بحيث يمكن للجميع اختيار الأزياء الخاصة بهم.
تركز مصانع مستحضرات التجميل الآن على الشابات المسلمات كمجموعة مستهدفة من المستهلكين، وبدأت في إنشاء أول خطوط إنتاج للمستحضرات الحلال التي لا تحتوي على منتجات حيوانية ولا مكونات كيميائية مثل الكحول. المميز في مستحضرات التجميل الحلال للمسلمات هو أنه يمكنهن أيضاً وضعها وعدم إزالتها أثناء الوضوء، لأن مستحضرات التجميل التقليدية تحوي السيليكون الذي يشكل طبقة تمنع الماء من الوصول إلى الجلد، وهذا يعني أنه لا يمكن إتمام الوضوء بالشكل الصحيح. ألا يتناقض قيام المرأة بتغطية رأسها لتحجب مفاتنها وفي نفس الوقت تزين وجهها بالمكياج؟ إذا التزمت بالقرآن وقواعده فهي تتزين لنفسها في منزلها وبالطبع لزوجها. قواعد الحلال والحرام تم وضعها في الغالب من قبل الرجال، وهذا يعني أن المجتمع الذكوري يملي على المرأة ما يريده الله وما لا يريده. يستمر الجدل حول مدى الضرر الذي يلحقه التفسير المتشدد للقرآن والمتعلق بالمرأة، لكن لا تشعر كل النساء المسلمات بأن الحلال مفيد لهن، على العكس تماماً. في بعض الأحيان تنشئ النساء المسلمات أسواقاً جديدة لبيع المنتجات الحلال. أحد الأمثلة على ذلك هو سياحة الحلال وقضاء العطلات المتوافقة مع الإسلام. تقدم وكالات السياحة والسفر منذ فترة طويلة خدمة الفنادق والفيلات الخاصة للعطلات للمسلمين. الخيارات متنوعة وكذلك وجهات السفر لأجل قضاء العطلات. في بعض الأحيان لا يكون الشيء المختلف سوى عدم وجود الكحول في الثلاجة الصغيرة في الغرفة، وأحياناً يكون هناك فصل بين الجنسين في حمام السباحة والمنتجع الصحي والشاطئ. المرأة المسلمة تفسر هذه الظاهرة، هي من قالت لا أريد تقديم أي تنازلات من أجل قضاء عطلتي، وبالتالي أريد منتجعات منفصلة وشاطئاً منفصلاً للنساء فقط. تعتبر تركيا وجهة مرغوبة لقضاء العطلات الحلال، وهناك مئات المنتجعات الحلال على السواحل التركية. تعد فنادق الحلال بأن الإقامة فيها موائمة للإسلام، هذا يعني أنه يمكن للنزلاء القيام بواجباتهم الدينية، يسمح لهم بالنقاب ويتم إعداد الطعام الحلال. تلقينا للتو مكالمة من ضيف سيصل اليوم، طلب منا أن نحضر له سجادة صلاة ومسبحة إلى غرفته. بالطبع نحن سعداء جداً بتلبية هذا الطلب. السياحة أحد أهم مصادر الدخل في تركيا، وبسبب الخلافات السياسية انخفض عدد السياح الأوروبيين والروس في السنوات الأخيرة، فتحرك قطاع السياحة وركز بشكل متزايد على سياحة الحلال. عندما يتعلق الأمر بجني المال والتسويق، تحتاج دائماً إلى البحث عن الأسواق المتخصصة لبيع أي شيء مختلف، تبيع فكرة وتأمل من خلالها أن تجذب زبائن معينين، وهنا خدمة الدين ليست الهدف، بل جني المال والتسويق. لأسباب اقتصادية، أولكاي أتمجا مدير الفندق يريد أيضاً التركيز أكثر على سياحة الحلال. نظراً لأن هذه السوق تزداد حجماً وأهمية لنا، فإننا نبذل جهداً للتعامل مع السياحة الحلال في جميع منتجعاتنا. هناك فئتان، فنادق الحلال للمسلمين وغير المسلمين وهي أقل صرامة، حيث يختلط الرجال والنساء. أما في الفنادق الإسلامية فيتم الفصل فيها بين الجنسين بشكل صارم. في بلدنا ومن خلال تجربتنا، السياحة الحلال ليست شديدة التعصب أو التطرف. قال أحد الضيوف لنا ذات مرة إنه لا يريد البقاء هنا لأنه ظن أن هذا الفندق إسلامي، ثم سألناه ما الذي ضايقه خلال إقامته فأشار إلى وجود اختلاط بين النزلاء في المسبح وحانات تقدم الكحول. أوضحنا له أننا فندق حلال ولسنا فندقا محافظا، وهذه هي بالضبط الطريقة التي نسوق بها أنفسنا أيضا. لم نضع لافتة على باب الفندق تشير إلى أن هذا الفندق إسلامي، فهذه الفنادق تقدم فقط عطلة حلال كما نقول نحن. في هذا الفندق المساحات الخارجية مفتوحة للجميع، يسمح للنساء بارتداء البوركيني وكذلك البكيني في حمامات السباحة. هل هذه مشكلة للنزلاء المسلمين؟ لست بحاجة إلى النظر.
لا، ليس كذلك. أعني أنه لا يمكنك فرض وجهة نظرك على الجميع أو على الآخرين. إنهم في عطلة ويحق لهم ارتداء ما يريدون. كما أعاملهم، أريدهم أن يكونوا أيضاً لطفاء معي، لأنني أرتدي زي سباحة حلال. عندها سأكون لطيفة معهم أيضاً. هذا هو الوضع. حجز الزوجان البريطانيان فندقاً حلالاً لأنهما يريدان ممارسة شعائرهما الدينية خلال العطلة. كان يمكن أن يكون الفندق الإسلامي خياراً أيضاً، ولكن ما دفعهما إلى عدم النزول في فندق إسلامي هو الفصل بين الجنسين. نعم، سيكون من الممتع جداً التجريب لمعرفة ما إذا كنا سنجد ذلك أفضل. أعني أنه من الجيد في بعض الأحيان قضاء بعض الوقت مع العائلة أيضاً. لنكون معاً. هذا يعتمد على ما هو متاح. إذا كان لديهم ذلك أيضاً، فسيكون ذلك خياراً نضعه في الحسبان. الطعام الحلال أمر مهم بالنسبة للسياح المسلمين. في هذا المطبخ يطهون الطعام الحلال فقط. لا يقدر المسلمون فقط تصنيف الطعام الحلال، بل النباتيون أيضاً. أنا لا آكل لحم الخنزير على الإطلاق، ولم ولن أفعل ذلك أبداً. البلد كله جيد لنا لأننا لا نأكل لحم الخنزير. أنا متزوجة من مسلم، لذا فأنا أعرف كل شيء عن الثقافة والحلال، ونحن لا نفعل ذلك. يأتي غالبية السياح المسلمين إلى تركيا من دول عربية. بالنسبة لهم يعتبر الجانب الديني في الفنادق هو الأهم. هناك أماكن كافية للصلاة، والكثير من المطاعم التي تقدم الطعام الحلال وأشياء كثيرة أخرى. بدأت معظم الفنادق في أنطاليا سياحة الحلال منذ فترة طويلة، لكنها ترددت سابقاً في تبني التسمية. الآن يتم استخدام التسمية لأغراض ترويجية. هل يمكن أن يصبح هذا مثالاً يحتذى به؟ القيام بالترويج في بعض البلدان بهذه الطريقة منطقي جداً إذا أرادوا جذب زبائن متدينين، ومن ثم يكون من المنطقي تصنيف كل شيء على أنه حلال من خلال السياحة الحلال والإقامة في فندق حلال. ولكن بالنسبة لنا أود أن أوضح شيئاً. أعتقد أن هذه فكرة سيئة للغاية، ولن تؤدي إلا إلى مزيد من المحاولات التي تشجع على الفصل. على الصعيد العالمي، تعد سياحة الحلال من أكبر الأسواق نمواً، وأصبحت بارقة أمل لقطاع السياحة. يزدهر سوق الحلال في جميع أنحاء العالم وكذلك في ألمانيا. في المستقبل، ستصبح هذه الصناعة أكثر أهمية. نلاحظ ما يحدث عالمياً. جميع الشركات العالمية الكبرى لديها خطوط إنتاج لمنتجات حلال، وبالطبع بدأ هذا يحدث هنا أيضاً، ولدينا بالفعل خطوط إنتاج حلال، وبالطبع لدينا أيضاً مستهلكون مسلمون يعيشون هنا، والعديد من الشركات التي تريد الاستفادة وجني الأرباح. قطاع تجاري واعد بسبب زيادة المبيعات. المسلمون هم من أسرع المجموعات السكانية نمواً. يعيش الآن أكثر من 5 ملايين مسلم في ألمانيا، وهم من يجعل مكانة السوق الحلال مربحة بشكل متزايد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.